ولنقاش ملف الصراع السياسي في العراق ومحاولات بعض الكتل تسقيط الكاظمي بالتخلي عنه بعد دعمه في وقت سابق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. اعترف إياد علاوي بأن العملية السياسية فشلت فشلا ذريعا، كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح من رئيس وزراء أسبق أتت به العملية السياسية بعد الاحتلال الأمريكي؟ نعم، شكرا لكم. لا شك أن تصريح السيد إياد علاوي ليس جديدا، وسبق أن يعني أطلق مثل هذه التصريحات النارية بين هلالين، وغيره من السياسيين قد قالوا ذات الكلمات، لكنهم لم يغادروا اللعبة السياسية وبقوا يعني في ذات المناصب في ذات الأماكن دون إحداث يعني تغيير حقيقي في المشهد العام في الدولة العراقية. معلوم هذه الأمور تأتي في وقت أنه تم تأجيل الانتخابات التي تم تحديدها إلى نهاية العام، ثم ربما هنالك حديث عن احتمالية أن تذهب الانتخابات حتى إلى ما بعد الموعد المرتقب في منتصف عام 2022. هنالك من يقول حتى في هذا الموعد لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات، وبالتالي القضية تأتي مع عدم وضوح الموقف الأمريكي من مجمل ما يجري في العراق بعد أن تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن. لحد الآن لم يظهر أي موقف أمريكي واضح. هذه الربكة الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية ربما جعلت البعض ومنهم السيد إياد علاوي ربما أرادوا أن يرموا الكرة في ملعب الحكومة أو يتخلوا أو يخلوا سبيلهم من المسؤولية التي تقع طبعا على عاتق جميعهم بما فيهم السيد علاوي. أعتقد أن المسؤولية تشاركية لكنها تقع بالدرجة الأولى على القتلة والمجرمين وسراق المال عام وعلى البقية تباعا بحسب مسؤوليتهم. دكتور، هل كان يقصد علاوي بتقييمه للعملية السياسية بالفاشلة، هل كان يقصد الفترة الراهنة التي يمر بها العراق وحكومة الكاظمي تحديدا؟ والله إذا كان يقصد حكومة المالك الكاظمي تحديدا فهذه مصيبة يعني، أما أنه إن كان يقصد مجمل العملية السياسية بعد عام 2004 ممكن هذا الأمر أن يكون أكثر مقبولية. يعني مع الأسف لم نجد حكومة عراقية بعد عام 2004 وحتى اليوم يعني تمكنت من مسك الملف الأمني بقوة حقيقية، قادرة على لجم السلاح المنفلت، قادرة على أن توقف القتلة والمجرمين، قادرة على أن يعني تمسك بحيتان الفساد. هذا الأمر لم يحصل. قادرة على أن توقف العمليات التهجير الداخلي والخارجي، ولهذا لا أعتقد أن القضية يعني منحصرة بحكومة الكاظمي. وبالتالي إن كان علاوي يعني يتحدث عن حكومة الكاظمي تحديدا فهذه حقيقة كبوة كبيرة، ولا أظن أن الرجل يعني ممكن أن يذهب إلى هذا البعد. أعتقد أنه يقصد مجمل العملية السياسية التي مر بها العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم. الحديث عن هذا الواقع السياسي يقودنا للتساؤل عن تخلي الكتل السياسية التي كانت تدعم بالأمس الكاظمي وتخليها عنه اليوم، كيف يفسر ذلك دكتور؟ يعني أنا أعتقد هم لم يتخلوا عن الكاظمي، هم جاءوا بالكاظمي، هم الذين اتفقوا مع الكاظمي قبل أيام على أن يرفعوا سعر الدولار، ثم اليوم أرادوا أن يجتمعوا من أجل خفض سعر الدولار. هم يعرفون كيف يعني بين قوسين يلعبون على مشاعر الفقراء في العراق ومشاعر غير الواعين للمشهد السياسي العام في العراق. هنالك خلل واضح، لا يمكن لكل عاقل ويعني بصير أن يقول أن العملية السياسية في العراق يعني عملية مثمرة، وبالتالي هذه المراوغات على الناخب ربما هي
يعني تمهيد أو نوع من الدعاية المجانية لهم من أجل الوصول أو العودة إلى البرلمان ثانية. لكن يعني أعتقد أن هؤلاء يحاولون بشكل أو بآخر من يعني يحاولون إقصاء الكاظمي. هنالك كلام على أن الكاظمي مدعوم من بعض دول الإقليم وربما حتى من واشنطن ولندن وغيرها. هذه النقطة، نقطة الدعم الإقليمي والأمريكي وبعض الدول الأوروبية، هي التي جعلت هؤلاء يقفون عند مواقف عدم الذهاب إلى إقالة الكاظمي. هم يفكرون جديا بإقالة الكاظمي، وهنالك عمل جاد في هذا الأمر، لكن أعتقد أن الإرادة الخارجية والإقليمية أقوى من إرادة هؤلاء الذين يعني يعتقدون أنهم يمتلكون قرار في الداخل، ولهذا هم مجبرون على استمرار كاظمي في الحكومة، وهذا لا يروق له. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم شمري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.